27/10/2014 وقد توالت جلسات المحاكم حتى بلغت 17 جلسة استمعت فيها المحكمة إلى شهود الإثبات وشهود النفي ممن تمسك بهم المتهمين بسماعهم ولم تتخذ المحكمة جهدا في تحقيق الدعوة على وجهها الأكمل والاستجابة إلى كافة طلبات الدفاع لما يجري عنها سمة إغلال أو تقصير وهديا على معطيات الدعوة دون سواها وإيمانا بنا باستقلال القضاء الذي لا يبغى من وراء عمله إلا وجه الله وما يوجبه ذلك من صدور حكم مجرد من أي تدخل منزها عن أي هوى لا سلطان فيه إلا لضمائره وما اهتدى إليه عقيدته الحكم باسم الشعب حكمت المحكمة حضوريا للأول حتى السادس والثاني حتى الثاني عشر والخامس عشر حتى التاسع عشر ومن الثاني والعشرون حتى الخامس والعشرون وغيابيا للثالث عشر والرابع عشر والعشرون. أولا باعتبار الحكم الجنائي الصادر ضد عبد الرحمن سيد محمد السيد وعبد الرحمن طارق عبد السميع احمد ووائل محمود محمد الدولي بجلسه 11/6/2014 ما زال قائما. ثانيا بمعاقبه هلال احمد سيف الاسلام عبد الفتاح واحمد عبد الرحمن محمد علي بالسجن المشتت لمده 5 سنوات وتفريق كل منهما 100,000 جنيه عما نصب اليهما بامر الاحاله على التهمه الوارده ووضع المحكوم عليهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. ثالثا ومعاقبة كل منهم يحيى محمود محمد عبد الشهري عبد الحميد محمود محمد ناصر محمد سامي مختار زكي محمد حسني إمام إبراهيم عبد الرحمن عاطف سيد أحمد محمد نبيل حسن محمد عبد الرحمن محمد عبد الله جمال زكي ممدوح جمال الدين حسن محمد حسام الدين محمود محمود يحيى محمد عبد الشافي محمد عبد الكريم تيمور محمد الرفاعي باز مصطفى يسري مصطفى عبد الوهاب. بيتر جلال يوسف محمود محمد عبد العزيز هاني محمود محمد صلاح الدين محمد حامد بالسجن المشتت لمده 3 سنوات وتمديد كل منهما 100,000 جنيه عما نصب اليه بامر الاحاله على التهمه الوارده في البند الف ووضع المحكوم عليه تحت مراقبه الشرطه مده مساويه لمده العقوبه. رابعا ببراءه جميع المتهمين الحاضرين من تهمه السرقه بالاجراء المنسوبه اليهم بالبند الف الوارد بامر الاحاله. خامسا الزام المتهمين بالمصاريف الجنائيه ومصادرة